دعوة جديدة لتنسيق وتوحيد جهود المعارضة الموريتانية قبل الانتخابات القادمة، دعوة تتزامن مع إعلان المعارضة عن إطلاق السلطات حملات دعائية سابقة لأوانها بوسائل غير قانونية. هدف هو توحيد قوى المعارضة الرافضة لهذا النظام وتنسيق عملها من أجل الحصول أو قطع الطريق على هذا النظام، من أجل الوقوف صفا واحدا في وجه حملات النظام السابقة لأوانها والمنحرفة في شكلها ومضمونها. اجتماع القوى المعارضة الذي خصص للتنسيق فيما بينها أثار حالة من الجدل في ظل حديث عن تشكيل ائتلاف جديد نفته أغلب القوى المشاركة. ليس هناك أي ائتلاف، إنما هو اجتماع دعا له مشكورا حزب التجمع من أجل الإصلاح والتنمية والتواصل، دعا له حزب المعارضة، وكان التركيز أساسا على نقطتين، والنقطة الأولى هي ما يسمى البطاقة الموحدة سيدة السمعة، والنقطة الثانية هي استخدام وسائل الدولة المادية والمعنوية لصالح طرف معين. السلطات لم تعلق على تحرك المعارضة، لكن مراقبين يرون هذه الخطوة إن نجحت قد لا تكون كافية لتوسيع حظوظ المعارضة في الانتخابات القادمة. هو حراك ملفت للانتباه، لا شك أنه سيحدث حضورا في الساحة، لكن أيضا للأغلبية، وهي أغلبية قائمة هي الأخرى تشكل حضورا سياسيا فاعلا، ولا أرى أنه قد يؤثر التأثير الكبير على الأغلبية الرئاسية. ومن أبرز الأحزاب المشاركة حزب تواصل صاحب المرجعية الإسلامية وحزب الصواب والرباط الذي يعد الذراع السياسي للرئيس السابق محمد العبد العزيز، بالإضافة لشخصيات سياسية وحقوقية. يأتي حراك المعارضة بالتزامن مع مهرجانات ومبادرات داعمة للسلطات وسياساتها، أمر يعد محاولة من المعارضين لتنسيق الجهود لزيادة القدرة على المواجهة في الانتخابات القادمة. طيب الغوث الحرة نواكشوط.